حبيبة بتقول ان هي كانت عايزة تعرف نظام الكورس. هي بتقول ان هي وزنها 95 كيلو، طولها 163، عندها دهون في منطقة البطن والجنبين، وسنها 43 سنة، وما عندهاش اي مشاكل صحية غير نقص في فيتامين دي، وعملية المرارة من سنة عملتها. طيب تشخيص حالة حبيبة، هي دلوقتي عندها زيادة وزن من 25 ل 30 كيلو، تمام؟ المفروض لازم تنزل الاول من 25 ل 30 كيلو علشان بعد كده اعمل ريشيبنج للجسم، بعد كده ممكن اديها الماده الفعاله اللي تعمل على نحت القوام، ولكن في البدايه تنزل من التوتال من 20 ل 30 وبعدها نشوف الدنيا فيها ايه. كمان هي عندها مشكله في الحرق، دايما قلتها قبل كده مرارا وتكرارا ونعيدها تاني، ان موضوع الحرق داخل الجسم عمليه الايض لم تتم على الشكل المطلوب اذا كان الجسم ده يتضرر من ثلاث جوانب، اذا كانت غده درقيه او رحم او مراره. هي عندها مشكله انها عامله استئصال مراره، تمام؟ استئصال المراره ده عامل لها مشكله في عمليه الايض، هي كده عندها مشكله في الحرق داخل الجسم. حاجه كمان انها عندها نقص في فيتامين دي، واللي عنده مشكله في الفيتامين ده يعني الكتله العضليه عنده ضعيفه، وبالتالي الحرق منعدم. هي عمليه بتتراكم على بعضها، يعني حرق ضعيف، ضعف في الكتله العضليه مما يؤدي الى ضعف في الحرق او عمليه الايض داخل الجسم، بناء عليه نتج زياده وزن. يبقى المفروض الكورس اللي يرشح لمدام حبيبه، المفروض الكورس ده يحتوي على ماده فعاله من الحوارق. كل الدراسات الحديثه بتقول ان، حتى موسوعه الميكوبيديا بتقول ان اعلى انواع الحوارق هي الراسبري. حتى لو الراسبري كتر اللي هو التوت البري بيتزرع عندنا في مصر، مستحيل هتاكلي 40 ثمره داخل الكورس ده. نسبه عاليه من التركيز 60، تركيز 6000، ما يعادل 40 ثمره راسبري. بلس لازم الكورس كمان يحتوي على مادة فعالة الجارسينيا. الجارسينيا كعشب معروف عنه انه مانع للشهية، فكمان هيقدر يحجب لها الشهية دي. في ايه كمان؟ في ان المفروض الجارسينيا بنسبة تركيز 60%، ودي النسبة المصرح بها دوليا. بيهمني النسب داخل الكورس، لازم لا اتعدى النسب المصرح بها دوليا. كمان ان لما عفوا إذا أنا رشحت لها كمان السيليوم أو البسيليوم، الاثنين صح، كمان الأناسيليوم منتج قوي وفعال ومرخص من قبل وزارة الصحة ومصنع داخل مصر، فشرف لينا في مصر إن إحنا بيتصنع عندنا ده. ليه أنا بقول إن ده كويس؟ كمان بيحتوي على خلاصة البرومالين اللي هو الأناناس، تمام؟ وده منظم جيد لحركة الأمعاء. كمان يعني في ناس تعمل دايت فيحصل إمساك، لا مش هيكون في ده، لانه منظم جيد لحركه الامعاء. بالتالي ان الكورس بتاعها لازم يكون بيحتوي على حوارق، على مواد فعاله انها تقفل شهيه كمان، بلس ان متابعه دقيقه. الف به نجاح يا شيري مع الحاله.